ما قلت من فراغ جاء من ما باش تعرف معناتها العلاقة ما بين الهيئة وجمهورها، عكس ساعات ما تراه البرة اللي هذيك عبادة تحب الدمغج وتحب تحب كان تفتن وتخلق لازيزاني الواندو لا هاو اليوم شفناه على أرض الواقع ونبعدوا على التشكيك ومتابعه. ما هيش أول مرة صارت عملية وزادة كيف كيف، وصارت زادة من 2014 ما قمناش بجلسة عامة تقييمية. عملنا معناتها عام 22 عملنا جلسة عامة تقييمية وانتخابية، السنة كيف كيف فما جلسة عامة تقييمية وجلسة عامة عادية اللي هي رجعت للنادي الافريقي للثوابت نتاعها العادية والمسارها العادي وترجع لعاداتها العادية، معناتها عاداتها الحميدة نتاعها، فهمني؟ اللي كل منخرط يجي وعنده التقارير الأدبية والمالية نتاعو وعنده الحق في المسائلة وفي طرح الأسئلة وكان نقاش الحقيقة نتاع ربك هي توالت شوية ما يقلقش، معناتها احنا موجودين لهنا نعرفوا على شنو قادمين ونعرفوا هذا دورنا وهذاك حق المنخرطين نتاعنا وحق جمهورنا علينا. ما ننساش حاجة أخرى، لأول مرة ديما النادي الافريقي سباق، ولاول مره كان فما متابعه عبر معناتها اونليني وكان الفوت زاد اونليني. ديما النادي الافريقي سباق، هذه سابقه كالعاده النادي الافريقي هو اللي بدا بها. شفنا التقارير الماديه والادبيه، اظن عندنا برشا سنين مش بنفس النادي مستقر بالطريقه هذه اداريا وماليا شفافيه زاد. والله نشوف معادله صعيبه برشا، معادله بعتها كي اول وحده بفيفري 21 لتوا مازلنا فيها لمحاله اللي هي الريدريسمون تاع النادي نتاعنا هذا والستركتوراسيون اعاده هيكلته. معادله فيها خلاص ديون، فيها اعاده عقود، فيها معناتها فيها ريكروتمونات، فيها بنيه تحتيه لازمها تتحسن، فيها خلق موارد جديده، وميم طون لازمك تكون كومبيتيتيف وكان لازم تلعب الادوار الاولى وعلى شلاء الالقاب في جميع الاصناف وجميع الديسيبلين. ما هي سهله، وميم طون نعرفوا على شنو قادمين. احنا قاعدين بتي قاعدين نقدموا، صحيح مش بسرعه كبيره مي معناتها لونتمون مي سيغمون الحمد لله. رغم هذا فما تشكيك عادي، هذوكم ما انا حكيت عليهم معناتها اقليه قليله ما يقلقونيش معناتها، فهمني؟ عادي معناتها هذاك هو معناتها انت كي باش تشد جمعيه وتكون مسؤول وتولي فيجور بوبليك تي اكسبوزي كل شيء. مي مالوغوزمون فما اللي يفوت المجال الرياضي واللي يدخل في الاعراض ويدخل في ربي يهدي. احنا نقولوا هذا مش كان في الكوره كهو، ربي يهدي. احنا فما ان شاء الله باش تصير اللجنه مختصه بالنسبه للي ريزو سوسيو باش نحي هاللي باجيت المتطفلين ان شاء الله على قريب. كيفاش عشت ليله البارح؟ با ما غير نو بريسك هو راه شوف بالنسبه نرجع للبلاغ، ما فماش هذه نيه التلاعب بمشاعر الجماهير الواندولا. احنا كي 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 كبرت معناتها النسبه نتاع يمكن لا قدر الله ما دخلتوش الحل، حبيت نصارح الجماهير قبل اربع سواعات ولا اكثر شويه، قل اعطيتهم لا سيتوياسيون. ومن بعد الحمد لله في الاخر توصلنا، ومشكور المكتب الجامعي اللي عاوننا عليها برشا، توصلنا الحل. مش نجبد على وسام وعاطف، سيرتو وسام وعاطف، وزاد منوبي مشكور وبيلال الخفيفي بيان سور، سيرتو وسام وعاطف اللي عملوا شطر ثنيه واحنا عملنا شطر ثنيه وكانوا متفاهمين. نطلب من جمهور النادي الافريقي ما لازموش يقسي على وسام، وسام ستونيكون في النادي، وسام ولدنا، وسام معانا. هذاك هو اللي غالب، هذاك حقه معناتها، فهمني؟ ما نجمش نلومه فيه، اما يعطيه الصحه اللي كان اكثر لينا في الاوقات الاخيره والحمد لله. كيف فما صحيح باش تاخذوا على الباج اوفيسيال، ما فما حد شيء صحيح، مش عارف بالسكوب الحقيقه بتاع ماشي. النادي الافريقي ديما اهدافه المراتب الاولى، معناتها كنت قبيله نحكي على المعادله الصعيبه ما بين معناتها خلاص الديون وتحسين البنيه التحتيه وخلق موارد ماليه جديده وتعاود كونتراتوات وتعمل انتدابات وتحسن من ليماج نتاع النادي، وميم طون لازم تكون كومبيتيتيف في لي سيكسيون كله في لي ديسيبلين كل. ايكواسيون صعيبه، معادله صعيبه، هانا شويه شويه خالتين بشويه بشويه ان شاء الله. وشفنا عمناول اللي كملنا العوايم باهي لمحاله في لي سيكسيون كل، ونتي فيناليست ان بو بارتو. ان شاء الله نرجعوا لي فوندامون تاعنا اللي هي لا فورماسيون،
وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب في الجديد ان شاء الله. فهو باش سيغ لو بلون بيرسونيل انا فخور برشا اللي انا ترأست نادي كما نادي الافريقي. اما راهو نعاود نقول ما كانش من اوبجيكتيف نشد النادي الافريقي في اول 21 كنا نشوفوا في حلول ولوجوا على رؤساء ومشينا برشا اسماء فهمني. ومن بعد سي ليميت دون لوبليغاسيون باش تشد خاطر تشوف في جمعيتك ماشي فهمني. وانا كنت في الهياكل وكانت برشا حاجات قدامي معناتها كان العباد كلها خافت في الحقيقه نتاع ربي. كان فماش واحد فما ليست صحيح اما تدي ليست لازم يجبد الليست نتاعو هو كل لوكوموتيف وتايش روحه تايش نروحنا دون لو فيد. الجمهور عطى دروس ومازال يعطي دروس لاخر دقيقه كما قلت فيه دنيرمون في العيد عباد ما عيدتش وعطت للطخه فهمني. كتاب دورك جمهورك هيك بقدرة ربي ما تخافش. واحد اثنين عنا الحمد لله احنا انا مانيش فرق مع سكوك الانتماء والمحبه من الحمد لله. انا من شوي با نوفيس كلوب افريكان من العائله وانت يرجع وشوي با نوفيس في التسيير من من من, من ليكول وانت طالع. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ربي يوفقنا كي نبداو من المؤمنين الكل. قلت ربي ما يخيبناش. تحب تتنظف شويه تلقى عداء مي افيك لو طون يفون اتر اليميني سيستيماتيكمون. هذه حاجه. ثاني حاجه انا بالنسبه للجمهور معناتها كان باش نشكره وشكرناه وشويه فيه وباش نزيد نشكره معناتها انا 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 والجمهور اوني فيزيونيل الحمد لله. ان شاء الله كما قلت عام سنين نعملوا حاجه ما خير شوي فهمني. وهذا قدر النادي الافريقي اللي هو يلعب المراتب الاولى ان شاء الله. شكرا.